طيب خلينا أسأل هنا الأستاذ عبد الرحيم، ظهور فلاديمير بوتين اليوم من خلال مؤتمر سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أستاذ عبد الرحيم، ما الذي لفتك في كلامه ورؤيته التي طرحها وقد بدأ بفكرة أن العالم تغير ويتغير وزمن القطب الأوحد قد انتهى؟ نعم، هو يعني روسيا تحاول أن تستعيد لا شك أمجاد الماضي، روسيا تحاول أن تعود إلى مركز الصدارة الدولي. حقيقة هي استطاعت عقد اتفاق شراكة استراتيجي بعيد المدى مع الصين سابقا للحرب على أوكرانيا بمدة وجيزة من خلال الزيارة التي قام فيها بوتين إلى هناك. وأنا أعتقد أن يعني مسعى بوتين الآن إلى تغيير قواعد اللعبة الدولية وعدم ترك أمريكا متفردة على المسرح الدولي، هذا مسعى. لكن إلى متى سينجح إلى أي مدى سينجح في هذا الأمر؟ أنا أعتقد مبكرا أيضا أن نطلق أحكام أننا أمام ثنائية دولية أو انتهت القطبية الأحادية في العالم الآن من جراء هذه الحرب. هناك إرهاصات، نعم هذه الإرهاصات يوم عن يوم تزداد وتتضح، وفي السنوات الماضية لا شك أن يعني روسيا تراجعت بدرجة كبيرة على المسرح الدولي، الآن تحاول استعادة حضورها وتأثيرها الدوليين بشكل كبير وتحاول أن تنهي هذه القطبية الأحادية. من حيث المبدأ لا شك أن هذه الأحادية الدولية القطبية الأحادية في العالم لا شك أنها أضرت كثيرا، ولكن لا أعتقد أن البديل الآن هو يعني عودة روسيا بالشكل الذي تبرز فيه الآن كما شاهدناها في سوريا ونشاهدها الآن في أوكرانيا وقبل ذلك في عدة أماكن، من خلال القوة، من خلال الحرب، من خلال يعني انتهاك حرية الشعوب، من خلال يعني سفك الدماء. أنا أعتقد أن هذا استعادة هذا الدور الدولي بهذا الشكل لا شك أنه بحد ذاته جريمة وكارثة. لكن على وقع العدوان الذي تشنه روسيا على أوكرانيا، هل نجحت من خلال مؤتمر سان بطرسبرغ أن تقول بأنها قادرة أن تستضيف مؤتمرا دوليا وأنها غير معزولة؟ إلى حد ما، لكن لا شك أن روسيا الآن تعيش إلى درجة كبيرة عزلة سياسية. هناك يعني آلاف العقوبات الاقتصادية اللي وقعت بحق روسيا وحق الشركات الروسية وشخصيات روسية وإلى آخره، لكن عمر هذه العقوبات الحقيقة حتى الآن هو قصير. استطاعت حتى الآن روسيا إلى حد كبير أن تتغلب عليه، لكن إلى أي مدى ستنجح فيما لو طالت هذه الحرب وطالت أمد هذه العقوبات وتم يعني فرض مزيد منها، إلى أي مدى ستستطيع روسيا تتحمل كل ذلك؟ أنا أعتقد أن هناك مشكلة حقيقية. إلى الآن روسيا على الأرض تتقدم لا شك في ذلك وسيطرت على أجزاء واسعة من أوكرانيا، ولكن في النتيجة كما نعلم أن القرار هو ليس فقط التقدم العسكري، إنما هذا يجب أن يتبعه أمر سياسي بفرض شروط سياسية، بتوقيع اتفاق لوقف هذه الحرب ضمن شروط ومعطيات سياسية نقول عنها ساعتها أن روسيا حققت انتصار. إلى الآن لا أعتقد أن هناك يعني انتصار كاسح لروسيا سياسيا في ظل هذه العقوبات، في ظل مواجهة هذه الوقفة الدولية القوية في مواجهة روسيا. على كل حال خسائر أستاذ عبد الرحيم العسكرية تبدو فاتحة بل فادحة جدا حتى الآن بالنسبة لصفوف الروس. سأعود إليك أستاذ عبد الرحيم،